مطلبي أو تحرك سلمي المشروع، حيث عمدت إلى حرق جميع محتوياته ومكاتبه الإدارية المخصصة لخدمة المواطنين بما في ذلك المعاملات المالية والبريدية الخاصة بهم. هذا يعتبر تعدي على الملك العمومي، ويعتبر معناها لان المصالح هذه تهم، المكاسب هذه والمصالح هذه تهم المواطن درجه اولى. انا ضد الشيء هذا باسكو نحن القصرنيه بعمرنا ما نتصور مع اصحاب الشهاده العليا ما نعملوش الحاجات هذوما. انا نتصور انهم اللي عملوهم معناها ناس من برا، وهذا تخريب من معناها من اصحاب سوء، اصحاب شوارع لا اكثر لا اقل، ما يحبوش الخير لتونس وكها. كما استهدفت أعمال التخريب مؤسسة بنكية وسط مدينة القصرين من خلال تكسير آلة الصرف الآلي وتهشيم الواجهة الأمامية للبنك بهدف النهب والسلب. نستغرب ونستنكر بشدة مثل هذه الأفعال المشينة التي لا تليق بسمعة سور تونس وتاريخها الحضاري العريق. الإقدام على إتلاف ممتلكات وطنية ومكاسب الشعب أمر مرفوض. أهالي القصرين وخاصة أهالي الزهور براء من هذا الشيء. في أضرار لا تخرب، أما التخريب ولا تريد لنا الخير ولا تريد لنا مكاسب. مقر معتمدية الزهور من ولاية القصرين لم يسلم بدوره من أعمال التخريب، حيث تم إضرام النيران بمختلف فضاءاته وتحطيم وحرق نوافذ مكاتبه الداخلية وإتلاف جميع الوثائق الإدارية الموجودة داخل المقر، ولم يبق منه سوى الجدران والأسقف التي طالتها ألسنة اللهب. الانجازات القباسيه الرئيسي انجازات كبيره جدا، لكن هذه راهي اعمال تخريبيه مغاضه برشا ومش عاجبني معناها الشيء اللي قاعد يصير مع المجموعه هذه الشاذه اللي نقول انا مجموعه شاذه. انا ضد شكون يمس حتى حجره من 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 تراب تونس ومن تراب القصرين اللي ما كسبنا اللي لازمنا نحافظوا عليها. الدائرة البلدية بحي النور بالقصرين المدينة كانت هي الأخرى محور استهداف هذه الأقلية المعزولة التي أبت إلا أن تعبث بالممتلكات العمومية، فتحولت أبوابها ونوافذها إلى أكوام من الفحم بعد أن تم إضرام النار في وثائق الحالة المدنية والملفات الإدارية والتجارية الخاصة بمواطني الجهة. مكاسب دائرة متاع بلدية حي النور ما عندها حتى صلة، ما فيها كان أرشيف تاع مضامين، المضمون 150 مليم داخل الجمهورية التونسية، يجي يحرق مضامين وأرشيف تاع 10 سنين، فئة ضالة ما عندها حتى صلة بالوطني، ويخربوا في أشياء من أملاك من المواطن حتى للدولة، وهذه دائرة تكونت من 91، واش باش يبناها الدائرة ذي؟ من حقك باش تطالبك ما تعرفش بالطريقة ذي، طريقة إجرامية ذي. هذا جرام، مالش يجي واحد متعدي يكسر له كهربته ولا يجوا للنادي الشعب ولا المعتمدية ولا يجوا ولا يكسروها، نحن قاعدين نزيدوا مش ننقصوا. الدولة عاملة مجهوداتها. شيء يوجع في القلب، معناته ماناش متعودين به في ولاية القصرين، خاصة والأمور معناته من أعلى هرم في السلطة، الناس كل المسؤولين الكل اللي يحلوا في الحالات معناته حالة بحالة، معناته الناس كل حالة بيبانها، سيد الرئيس، سيد الوالي، سيد كاتب معاون ولاية، سيد معناته الناس كل تعالج في المسألة، أما اللي ريناه البارح ماناش مستانسين به في القصرين، ومتأكد ماهيش معناته هذه مجموعة معناته اغتنمت الفرصة ومعناته وحاولوا ومسوا معناته من الممتلكات نتاع معناته